ننتقل للخبر اللي معانا بعد كده، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء السودانيين في أزمتهم الحالية، أقلعت طائرة نقل عسكريتان محملتان بخطوط إنتاج الخبز نصف آلي الميداني في رحلتها الرابعة من القاهرة متجهة إلى الخرطوم للتخفيف من آثار السيول في المناطق المتضررة بشدة. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل نشوف في تقرير عن هذا الخبر ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معنا. استمرارا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم الأشقاء السودانيين في أزمتهم الحالية، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان محملتين بخطوط إنتاج الخبز النصف آلي الميدانية في رحلتها الرابعة من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، وذلك للتخفيف من آثار السيول في المناطق المتضررة بشدة بجمهورية السودان. ومن المقرر أن يتم تدريب الكوادر السودانية بواسطة الفنيين المصريين المرافقين لخطوط إنتاج الخبز على الاستخدام الأمثل لخطوط الإنتاج طبقا لقواعد التشغيل، وذلك بعد تركيبها. وسيتم تركيب خطوط إنتاج الخبز في المناطق الأكثر تضررا من آثار السيول بعد التنسيق مع الجانب السوداني. يأتي إرسال تلك المخابز النصف آلية الميدانية للمساهمة في التخفيف من آثار السيول وما نتج عنها من نقص ملحوظ في الخبز بالعديد من المناطق في السودان.